رجدالين على الخير تجمعنا، شعار ترفعه جمعية رجدالين لأعمال الخير خلال شهر رمضان الكريم، يهدف للاهتمام بكل الشرائح والفئات العاملة داخل إطار البلدية. جمعية رجدالين للأعمال الخيرية حاولت جمع عدد من العاملين ببعض الجهات العامة في المدينة على مائدة إفطار، وذلك لزيادة الترابط والتآلف بين أبناء المنطقة. هذه الحملة طبعا تهدف إلى إفطار صائم خلال شهر رمضان المعظم. الحملة طبعا باعتبارها الشرائح هذه اللي قدمت خدمات لهذه الحملة وشاركت في هذه الحملة اللي هي على رجدالين على الخير تجمعنا. الهدفنا اللي هو رجدالين فقط، وتقديم الخدمات للمسافرين في إفطار صائم. الحملة من ضمن برامجها طبعا اللي هي الاهتمام بالجهات العامة اللي موجودة داخل المنطقة اللي تقدم الخدمات في الفترة اليومية، مثلا زي رجال الحرس البلدي، زي رجال المرور. بادرة خيرية تدأب عليها رجدالين بكل أهاليها، فطالما كانوا سباقين لعمل الخير وساعين إليه في كل الأوقات. لمة الخير تبعث في النفس عبق الحب والسلام، وترسم البسمة على وجه الجميع خصوصا في شهر رمضان.